هالدنيا علينا حكمات. ولدي عبدو وقيل ساعتي ساعتي وصلت يا ولدي. باقي الوليدة باقي ان شاء الله تعيشي وتشوفي وليداتي الوليدة باقي. ولدي انا اللي حاسة براسي ولدي حاسة براسي مبقاش عندي جهد. شوف نوصيك ولدي نوصيك تهلا فوتك تهلا وبلا ما توصيني غنتهلا في انا وياك الوليدة ان شاء الله غنتهلا في انا وياك تهلا كيف بنتك. واخا ولدي اسمعي ما تقاطعنيش تخلى في آية ديري في عينيك أختك وحدة اللي عندك ما تخلي تحدي آدي ديري في عينيك أولدي ديري في عينيك أولدي ما تقلقهاش عرفتي حنينة وانت اللي عندها. أيوه شوفي متجهديش على راسك متجهديش على راسك غيكون الخير إن شاء الله غيكون الخير أولدي. انا معيط على ايه معيط على ايه هي لا تعرف هي لا تعرف شنو خاصك. انا كنخلع من ايه ايه واخا نجي ايه ايه معاه كوزين مين سير شوفي الوليده مالها ديرها ديرها كاس الماء بعدا مالها مش فاهمين معلش معلش تعرفين انا كنخاف من هادشي سيري سيري مالي خدعتيني يا حطر السلام وصافي. ماما مين كان ماما مودي شربي هاتي كاس الماء عافاك ماما تشرب شوية عليك شوية شوية عليك ماما ما تخنينيش عليك شربي شربي انا معافاك مالك ماما مالك ماما لا عافاك ما تخنينيش عليك ماما ما تخنينيش عليك لا ماما عافاك ما تخلعيش عليك عافاك لا لا ماما لا ماما لا ماما ماما لا عافاك ماما ماما عافاك ماما تبرميش مع بوك ماما تبرميش بحال هكا مازال غتعيشي معانا ومازال تشوفي وليداتنا وتفرحي بينا ماما عبدو وعبدو ماما 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 عبدو ماما بعزت عبدو ماما لا لا فلوسك وبرزقك ما خصك زعما حتى شي خير علاش زعما انت ما تعاونيش مصروف ديال الدار ولا خوك كامل بقى يدير كلشي. ولكن اختي صابرين باش ندوي معاك هذا الموضوع بعيد عليك كل البعد حيت هذاك خويا انت راجلك وخويا راه قلب المصروف ديال الدار وتبارك الله راه راجل ونص
وامي الا سمعت هاد الهضره ما غاديش يعجبها الحال كون كانت باقا في الحياه. يوم امك مسكينه الله يرحمها فهاد النهار في ما تذكريها قولي الله يرحمها. واسمعني نقول لك خوك راه ميمكنش هو يصرف يدير كلشي، وانت انت خصك تعاونينا ولا انت عندك لوطيل هنايا ما ديري والو. اختي هاد الهضره اذا كان بغي اخويا يجي هو يقولها لي. كيحشم منك الا ما قالش لك راه حقاش ما باغيش يحرجك. يو فهمي راسك شويه ولا نبقاو ديما نلكوفك باش تفهمي. اختي هاد الهضره قولي خويا يجي يقولها لي، ما تقولهاش لي انت واش بقيتي تصد عليا راسي كل مره. ودابا راه جوج خاصنا نوض الخدمه شي واقيله. اختي الواحد هو اللي يفهم راسو ماشي نبقاو نلكوفك باش تفهمي. يخ على قومي عندها فلوس بحال ما عندها. اكمل صاحبي الدار هنا اوطيل والله ما خلصتي الا بقيتي دخلتيها. ساره كي دايره تسنى خوك يصرف عليك. خوك راه مزوج ماشي بقى يصرف عليك انت بوحدك. مزعطش ولا عنده اسره حتى هو على بشار. كانت الخدمة كثيرة وسيرتو ملي دخلت من ورا الموت قايد داكشي عامر بلا قياس. الله يرحمها مسكينة خلاها تبلع ستيرسيف. الله يرحمها ويغفر ليها. بغيت نهضر معاك في هذا الموضوع اللي كان ممكن نخاع حتى انت ماشي والدك. الله يسمع اخبار الخير. شنو هذا الموضوع؟ لا والو بس ما كاين حتى شي حاجة، واحد الموضوع بغيت نناقش فيه انا وياك وصافي. اخا لا انا كنسمعك. بغيت ندوي معاك على اختك آية. أختي آية عاوتاني والصراحة انت عارف ملي ماتت الأم ديالك مصروف كتر وانت وليتي كدير كلشي. وختك آية تبارك الله خدامة، قلت ليها مشيت دويت معاها قلت لها شنو فيها أختي إلا وليتي تجي تعاونينا وداك المصروف لي عندك نتقاسمو ونديرو داكشي كامل نصرفو كاملين. ودات عليا ماشي ساوقة عطاتني القميع ودات كتعطيني عبا فاش بغيت تتوحشو معنا بحال هكا. صابرين نعم وشكا عليك شي واحد؟ لا عبدو كان راه هزالك الهم تا راجلي وبزاف عليك انت تصرف ومن بعد غير ولي عندك مسؤولية وليدات. واش انت مزوج بيا ولا مزوج بختك؟ بغيت نفهم انايا. انا بغيت نفهم. انت واكلة الحمد لله شاربة الحمد لله مكسية الحمد لله ناقصك شي حاجة؟ ما ناقصني والو انا كنهزلك الهم ما بغيتكش تبقى انت دير كلشي وراه هي خدامة شنو فيها اللي عاوناتنا؟ دابا واش ناقصك شي حاجة؟ ما ناقصني والو وصافي هيك هذيك اختي خليني نمني ليها وسري انا اللي مشيت هزيت لك الهم ما خصني ندير خصو قراسي الصراحه جديني دو انا لا شكون قال لك هزي لي الهم؟ هزي لي الهم في حاجه اخرى نقصي شويه من المصروف. انا اللي نقص المصروف؟ انا راه كنقص داكشي اللي كتعطينا راه كنصير منه وهي شاده ايد ديال فلوس اللي كتشدو كتشد خصنا في الحوايج والتخربيق علاش ما تفيدناش منهم؟ وي وانت كتفيدينا منهم في المكياج و وانا مراتك هي راه غير اختك. وانا اختي انت قلتيها دابا انا بحال هضرتي ناقصه دابا زيد انا ناقصه صافي عافاك انا عيان سيري بدلي ساعه اخرى الله يرحم الوالدين سيري بدلي ساعه اخرى. هاي ماما صالح ما راه جاي نتناقش معك الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك الوالده كنت مهنياني من هاد المشاكل كلها عارف شبرو. كما كتعرفي خديت كونجي طويل باش يلاه نرتاح شويه ملي دخلت راه لقيت هاد العذاب الشديد. وي صراحه انا مازال ما قداش نخدم كيبان لي غندفع شي مناضي اخرى. اكثر من ديك المره اللي كنا دافعين لها ملي تي بقى ما رسمهاش اخليك بلات شويه عاوتاني عاد باش ترتاحي بلا ما يجريو عليك. ايوا اش غندير الصبر وصافي والحمد لله وصافي. أيوا كاين شي جديد؟ ما إلا مكاين والو غنعيا ومبقاش عندي الخاطر. والله مبقى عندي الخاطر مورا داكشي لي طرا راه مبقاش الخاطر. إيوا الصبر وصافي الصبر راه غاديك الدخلة بلا كعارفة أمك مكايناش في الدار راه خايبة دار خوات بلا بيها الصراحة. مول فاتلك قالي عدل بنيتي جيت من الخدمة
نطيب لك ندير لك عندك. هي اللي في السما قاستني الدمعه بلبيه بغيتش نتهنى منها واش تيقولوا تما كيذوب شويه بحال الفيران عبدو لاباس هادشي اللي كاين اصبر صافي دوزتي الحبيبه جيت هي واحد السلامه الله يسلمك دوزتي نهارك في الخدمه بخير ياك يوم مزيان خويا العزيز غنبدل حوايجي ونتكى شويه عرفتي راني عيانه صافي تنحطو العشاء غيطو ليا وغادي تعاوني في الشهر ان شاء الله ان شاء الله واش انا راجلي العزيز اختك ديما نافره مني انا جيت نتحدث معاها ونهضر معاها وهي بوحدها كتنطر وناضت ما بغات تعطيني حتى وقت مالها بحال هكا مالها اويلي شفتها كنا عذريها عذريها راه هاد الايامات هادي باقي مخالقه انت عارفني غير ظريفه ما درت لها حتى شي حاجه او جوج كلمات ناضت وخوات لي الساحه واش خوات لي الساحه اش بغيتي ولكن كنت نتحدث معاها وهي ما حطتنيش الوقت ما فهمتش مالها اجي عيانه اليوم صافي عذريها بقى اصلا مخرقه من الموت ديال الوالد الله يرحمه الله يرحم احنا كاين الصراحه مخرقه الموت ديال خالتي وبقات فيا موالفه في من جيت انا من السوق تقول يا رب بنيتي نهز لك وشنو جبتي واجي نصايبو بنيتي الطاجين مابقاش كت بلاصتها مسكينه ودي خلات بلاصتها كبير الوالد الله يرحمه وانت تجي من الخدمه تلاحقك تقول لك ولدي عبدو كي داز نهار وتسول فيك فراق الوالدين صعيب راجلي شنقول لك الله يرحمها مسكينه مشات صغيره وياه باقي محتاجين لها نتوما وتا انا الصراحه كانت امي الثانيه هذيك الله يرحمها والله يوسع عليها دخل القبر باش نوجد لك العشاء سيري حطي يلا غتوجدي نقول لاختك تعاوني في الصلاه واش ندير كلشي راسي صافي تبغى غنمشي ندوزي لاختي اله الله باقي شويه الله يلاحي الصراحه مشيت للسوق كنتقطع الخضره الله يضروني رجليا وريني ما كان الخبز هو الخضره خلي تحت الباب فرجلك الخبزه راه تقالت تدخلوا ليا المهم بغيت نقول لك واحد الموضوع ولكن انت عارفك عصبي وما كتمالكش اعصابك والله ما خليني ساكته ما بغيت ندير لك انا مشاكل انا فاعله خير ايوا صافي دابا راه قلتيها قولي عطلقينا ما تعصبش واعدني انت عارفني ما كنبغيش المشاكل وكنخاف عليك تخافي عليا نخاف عليك من المشاكل وتقع لك شي حاجه مع شي واحد وراك راجلي و بغيتيني انا نكذب الحب ميدير يلا قولي لي شنو كاين المهم برد اعصابك وانا نقول لك ملي كنت جايه من السوق تلاقت مع حفيظه هادي اللي ساكنه في السفليه ولكن قالت لي شي اخبار ما عجبتنيش اصلا حفيظه فين عمرها جابت شي اخبار زينه غير طالقين قالت لي شافت اختك البارح في الليل دخلت طوموبيلك حلا حتى للدرب وشافت بعينيها كيفاش طوموبيلك حلا ولا زرقات تيش كتخرقي انت ود حفيظه هادي واش تعرفي فمك شنو كيخرج ولا ما عارفاش ها ما تهدنش اش نبغيش نعاود لك حقاش عارفه كتشعل عليا وانا ما درت حتى شي حاجه راه اختك اللي دارت هادشي كامل وشافتها الجاره وانت متقال تقول لي انا ما درت حتى شي حاجه نتوما راه باغيين تكذبوا على اختي ولا مالكم عبدو راه السيده ما غاتكذبش عليها راه شافت بعينيها قال لك لا شتي بعينك صافي وهي شافت هي شافت انت شفتي وما شفتو كاين راه اختك باينه جابتها قالت لك جابتها طوموبيله واش كتعرفي شنو كيقول لك كيقول لك الا جاك شي واحد بشي هضره سيرتها تعرف شنو هو كاين عبدو السيده ما غاتكذبش على اختك كل ما كانت الحاجه شنو الذنب هي اللي تكذب عليها اش غتستافد السيده واخا لالا اختي راه باقا ما ماتش انا غنمشي نفيق دابا من النعاس وغنشوف هاد الشيء هذا ايوا سير يلاه بغيتي معايا الحقد انا غنوريك يلاه سير عندك كلي دابا السبين نشربو حنا هاد القهوه ايا فاقك مالك فاقك كيفاش مالك على هادشي البارح فاش جيتي وداوي معاك مالك كتغوص اصاحبي مالك شنو طاري كاع فاش جيتي البارح كيفاش جيت البارح فاش جيتي البارح للدار مالك فاش جيت البارح في الدار دابا شوف بلا ما تخلي تدخل وتخرج عليا في الهضره غتقول لي فاش جيتي البارح زعما فاش جيت ايا فاش جيتي دابا وليتي طوموبيل كيفاش طوموبيل دير مال الطوموبيل هادي دي السيد خدام معايا ودخلت للدرب لا ما دخلنيش في الدرب وهما قالوا لي دخلت للدرب لا حطني برا حدا البارير حطك برا حدا البارير ايه
كذبوا عليك هما دابا قالوا لي دخلت حتى الدم ودابا لكم ما بغيتكش تعرفكم قلت لك دابا انا بصح جيت في الطوموبيل شكون قال لك الهضره بعدا قالت لك ديك مرتك قالت لي مرتي ديك مرتي عندها سميتها سميتها صابرين صابرين سمعيني يا استاذه سمعيني يا استاذه نبقاو انا وياك مزيانين نبقاو بالوصيه امي الله يرحمها غادي تجمعي معايا راسك وتجي في الترونسبور ديال الخدمه ياك الترونسبور عندكم في الخدمه البارح ما جاش الترونسبور ديال الخدمه كيفاش ما جاش ترونسبور ديال الخدمه فين كاينه شي خدمه ما كيجيش فيها ترونسبور فاتني بقيت كنخدم الخدمه اللي كانت عليا فاش كنا جالسين وفاتني الترونسبور يفوتك الترونسبور ولا ما يفوتكش غتصوني عليا غتقولي لي الو خويا فاتني الترونسبور جي ديني انت خدام في عين عوده وجيب كان العين برشا واش انت تصطيتي ولا بالك شوفي ايا الله يرحمك الوالدين بلا ما تحشميني مع الجيران كلمه وحده هي الاخرى غنقولها لك فهمتيني اخر كلمه عندي ما تبقايش تجي في شي طوموبيل ديال شي راجل صافي خويا كون على خاطرك يلا دابا خليني نكمل عافاك واحد نص ساعه باقا ليا ونضعفك الله يرحمك لو خدمتي بقاي عزيزه عليا صافي الله يرحمك امي انا بقاي عزيزه عليا خلي بعد نعس هي في طوموبيلك احلى نجيب طوموبيل تاع زعما بعد ما ردني هذا الصباح هذا يا بالسلامة راسي غادي تفرقع طير عليا نعاس كل كلشي عندك مرتو داك اللفعه غبر هو شاف بنت البارح وبغى دير لي هذه الحاله صابرين وصابرين هنا كنت كتغوتي ماما ما نخافوش اش كاين اش بغيتي اش كتهز عليا في يديك اختي ولا حقاش كتكوتي انا كتغوتي ماني خدامه عندك كيفاش ملي خدامه عندك ما عرفتش هضرتك اش دايره اش دايره اش دايره علاش انت قلتي لخويا داك الهضره ما فهمتكش وما اللي كذبت عليها اختي قلت لي داكشي اللي كذب وماشي شغلك اختي ديها في الجهه الضاره نركب اختي في طوموبيلك زرقاء طوموبيلك كحله طوموبيله ليمونيه انت اش مشالك ايوا سمعيني نوستي الحبيبه ما قلتش كلمات وديريهم حلقه في ودنيك اول حاجه انت ساكنه معنا في هاد الدار وهاد الدار عندها قوانين ماشي طوموبيله تدخلك وطوموبيله تخرج البارح دخلاتك طوموبيل بعد غدا ندخلك واقيلا طوموبيل رانج روفر ولا شي طوموبيل اخرى اختي احترمي راسك على الاقل داك الخدمه اللي كتخدمي وداك الفولار ولا دايره غير هكاك اختي دجا الضراك ما جيتش شكيت عليك وما جيتش انتي يا دابا يلاه تولدتي البارح جيت تقولي انا اللي كبر منك اشنو ندير اشنو ما انا تولدت البارح وغنعلمك الصواب والاداب اللي انتي ما عارفاش سمعتيني سيري سيري الملقطه غتبعي ملقطه اه كل ما خويا اللي غادي تمشي دابا انتي شديتي اشنو دار شنو ديتي حوازه في دار دار فيك الخير حوازه في دار خويا انا خصني نجيب حسن لخويا فهمتي ماشي باين ما نطوش معاك هو شوفي شوفي غنقول لك هضرات جوج هضرات تقيليني عليك لا تقيلي ما تهدي مني تقيلي عليك واش كنسوا الله العلي العظيم انت غتشوفي بعين عينتي نوضي اللي غتشوفي العين نوضي نوضي حقيره ما تسوما تصلح انا غنقول لك ما شري لك عاوتاني قروشي نمشي لخدمتي يا عاشق مغروب انا غنوري الله صابرين عبدو جيتي ماركيك لابس ما شفتش راك تشير راسك في الدار راس عمتي اختك شنو دارت فيا شنو دارت فيك اختي شدتني وبقيت نمشي ندو معاها قلت لها غير انت اللي قلت لها غير واش لاباس عليك وعلاش حشومه تشوهينا في الدرب وتهزك طوموبيل شوف شنو دارت لي مشدني من شعري بقات كتضرب فيا شوف شوف واش كان مكرم عليها ما درت ليها والو زي زي راسك زي راسك شوف فيا دارت لي حاجه يعني كاع زرقات عليا شعري كاع نتفات ويلا صايبتو اختي دارت هادشي كامل هاديك ماشي اخت هاديك جنيه شنو دارت لي في حاجه شعري يلا صايبتو نتشاتو شوف دير لي حل معاها بزاف هادشي واش هاديك متوحشه هاديك راه ماشي انسانه بزاف شوفي انا غنلقى لك معاها حل كوني هاني الا ما خديتيش لي حقي انت ما راجلي ما انا مرتك صافي غادي نطلقك عبدو صافي كوني هاني كوني هاني انا غنلقى لك معاها حل بزاف هادشي شوف علاش شوف انا شنو درت لها باش دير فيا الحاله كامله نوضي جمعي لها حوايجها نوضي جمعي لها حوايجها غتمشي للحمام جلاك السالة نوضي جمعي لها حوايجها صافي غتمشي بحالاتها شوف عبدو انا ما قلتش لك هكا باش تجري على اختك وانا ندير لك المشاكل انت وياها انا بغيتك غير دو معاها بالكلم وصافي وما تبقاش تحقر عليا بحال هكا
انا فاهمك انت القلب الكبير والقلب الابيض، ولكن حنا بارك علينا من المشاكل واصلا انا راسي ولا دارني بلا قياس. الوالده اللي كانت مفرقه بيناتنا الله يرحمها. واش نقول لك انت تعرف بيناتكم؟ انا نمشي غدا ورا بعد غدا تقول لي انت اللي درتي هكا جريت على اختي، انا ما درت لك والو، هي السبب. لا كوني هانيه هي السبب صافي. انا غادي نجمع لها حوايجها. فين وصلت؟ سيري البيت وهزي حوايجها. واخا ولكن انا خايفه من المشاكل. سيري بيناتكم وسيري. زوينة؟ لاباس؟ الحمد لله. شكون دير لاغاليز ديالك؟ عجباتني غادي تمشي تسافر بها، ولكن جاتني غوز ديال دريتي. ما فهمتش، ما لاغاليز ديالي هناك؟ لاغاليز ديالك حدا الباب، ونتي حدا الباب، وفهمي انت راسك اختي راه مابقاش قادة على مشاكلك انت ومرتي. واش من نيتك؟ اسمعي اختي نقول لك واحد الكلام. انا الوالدة قبل ما تموت وصاتني عليك. انا بغيت نحافظ على الامانه. كاين للاسف باش توصل تجيبك طوموبيل دوزنا لك دوينا معاك جونتيمون، وريني باش ضربي ليا مرتي باش خليها كتبكي نهار كامل ما جاتش. ايوا واش غندير؟ الصبر صافي. دابا خويا اش غنقول لك؟ هاد الدار ربح بيها وهاد مرتك هي ربح بيها، حيت مرتك اكبر محاطيه عرفت البشريه واكبر لفعة عرفتها البشرية، ونهار غتعرف حقيقتها غتندم وغادي تجي لعندي. واش قولي اسمحي لي يا اختي، وهاد الدار ربح بيها حتى هي. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ومن هاد الوقيته اللي كندي معاك فانت بلي عندك شي اختك. شكرا حيت حليتي لي الباب. هادي مكرر ديما مهما. شكرا صافي. الله يسمح لنا الوالده منك الكاس تاع الراس باش قادر عليه. ليا مغدارة شغلة بالي وخليتي لامارة، كليتي مالي وتبالت نهارة، هاني بالي وراك يشوف مولانا. وخادم وإنساني فعيني يطلع ولا أرى، وخادم وإنساني فعيني يطلع ولا أرى. كاقولي تقيل ورايا غيت بابا، انا ودماغي نايضة مقرعة نفسي كارها، كرشي كبيرة خطوتي صغيرة واخا كبر. ايو ما يقولوا لي لا دير الفاطا، ولدي قامت تيق كيوصي بابا. ايو ما يقولوا لي لا دير الفاطا، ولدي قامت تيق كيوصي بابا. ملي محبوبة قلبي رات كرهت. عارفني ما عندي حد ولا حنين لا رحيم، وما عقلش عليا وجمع لي حوايجي وخرجني الزنق. ايه على الخوت بقيت خايفه في الدنيا، كل كيفكر في راسه. كل الحمد لله اليوم ولا غدا غادي نلقى بلاصه فين نكون، ولا ما كانش نمشي للوطيل. ارض الله واسعه، هادي شحال علمك اي درس؟ حتى من الخوت ما فيهمش الخير، حسك بنادم. داوكليا واخا ندور ونطوف في البلاد، داوكليا كيفاش كان؟ تاهدا خاوي باقا في الإقامة، في علاقة يخسرني في الموعد، عاد فين هما دوك البلاد المقيين؟ كنديرهم تصابر نتايا. أهو ترى شو مخبي الكتاب؟ شنو هذا الشيء؟ البراد خليت من بعد نعرفك شنو تايق في الجوع دابا. يا الله دابا ناني عسكر واتي اللي خطينا تصابرين هذه هي
بلاصتها كتبقى بلا تمشي للحمامه دابا. صاحبتي داكشي اللي قلت لك، شوفي هذاك الدواء اللي قلت لك عليه راه ديري مع عدوستك حتى هي، وانا درتو لعدوستي وهي اللي هنتني منها، دقه بطله مشات فحالها وتهنيت منها، وديك اللوسه السوسه صايره صيفطه، بقيت دابا كالم هاني مع راسي، لا انا لا عبدو بجوج. ويلي 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 شوفي شوفي قاطع قاطع سان بعد نهضر معاك يلا. ويلي ويلي نسي الدواء يا طيب. وهذا الدواء راجل عزيز جيتي؟ واش هو هذا الدواء؟ اه هذا هو الدواء ديالي اللي كنشرب ديال الاعصاب، راك عارف حقاش كنتحس باش نبقى ديما كارم وتهدم. اعطيه ليا ديال الاعصاب. اه علاش ما قلتيش ليا انا نعطيك الفلوس باش تجيب هذا الدواء ديال الاعصاب؟ وراه من داكشي المصروف خديتو من فلوس المصروف. خديتي من فلوس المصروف؟ اه علاش انتي مريضة بالاعصاب وانا ما فخباليش؟ اولي عبد انت ما عارفش مرتك ما دار الاعصاب، هي كتشوفني كنت نيرفا وكنتعصب غير بوحدي. بصح اه مريضه بالاعصاب ولا دابا اللي تعصبت عطيه ليا نمشي نشرب والله الا باش نتكالما. مزيان عطيه انت عندك وانا نقلب عليه بعد شربي. اه متاكده ولا عرفتي شنو؟ صافي خلي بس حتى نتغدى تنتغدى قولي حتى نمر الغدا عاد نشرب. اه مزيان حتى نمر صافي نمشي. طيب عرفتي فين غتمشي دابا؟ بشويه مالك عرفتي فين غتمشي دابا؟ فين نمشي؟ نمشي البيت نتكا على الشنب ديالي. لا صابري مالك عبد غادي تمشي وغتجمع حوايجك. وا مشيت الحمام البارح علاش غنجمع حوايجي؟ مشيتش للحمام. فين نمشي عبد؟ غادي تمشي لدار امك. علاش؟ اختاري وحده في الجوج. عبد غطلق لي الصراحه اللي كتب في فرنسا. تمشي لدار امك ولا تمشي الحبس؟ لا عبدو تمشي الحبس عبدو، انا مراتك واش غتفرط فيا عبدو؟ ما درتيش ليا هكا واحد تجيني بقى صغيره غادي نصيفطك لدار امك، اما لو بغيتي تمشي للحبس بقى يداويه بزاف. صافي والله عبدو ما سخيتش بيك. ما سخيتيش بيا؟ شكون ما بقاش فيا الحال بقى صغيره والله تنقتل لكم سالي معاك اليوم كيف ما صيفطتي امي للقبر نصيفطك حتى انت دابا. واخا يلا سيري بلا ما نبقى نشوفك هنا في الدار. كلبه موسخه كلبه موسخه جريت على اختي بسبابك يا الكلبه قالت لي امي جريت على اختي 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 موسخه يعني امي على اختي عباد الله جريت عليها بسبب هاد الموسخه بسبب هاد البعلوكه جريت عليها جيت على اختي يا عباد الله جيت على اختي يا عباد الله خديت الصخط ديال امي هنا يا عباد الله يا ربي تسمح لي يا ربي. جاوبي اختي جاوبي الله يرحمك الوالدي فينك تحبتي شنو تال دابا عاد باش باغي نقلب عليك. هاد كاع باغي تشوف انا غنبقى نبرصتك حتى تجاوبي. واه اختي جاوبي الله يرحمك الوالدين الا ما جاوبي اش غندير انا؟ قلب عليك قنت قنت زنقه زنقه اش غندير؟ أنا كنقلب عليك حتى نلقى أختي. السلام عليكم. صافا تو فا بيان؟ الحمد لله. عافاك لابارتمون ديال مدام لطيفة؟ هي هادي الله يرحمها مسكينة. اللهم آمين يا ربي. شكون أنت أختي؟ محامية. شوفي عافاك إلا كنتي داوي على جاي يدو معايا على الطلاق حتى المحكمة نطلقها دابا عندي واحد الشغل ضروري خاصني نخرج. أبارتمون سي ما فهمتش كيفاش الطلاق؟ جاية على قبل الوليدات ديال مدام لطيفة بغيت نتلاقى معاهم. واخا مرحبا.
ميرسي راه اسمحي لي وصافي سي با غراف انا اولا مرحبا نتقدم احداث انا في حياتي راه مابقاوش يسالي سيدي عافاك بوسيبل نشوف مدام ايوا يا اختي اللي كايناش داكور سي طون بروبليم باسكو عندي وصايا ديال مدام لطيفه وخاصي اوبليجي تكونوا حاضرين الورثه كلهم اللي هو انت ومدام ايوا شنو وصايا اختي الوالده الله يرحمها كان عندها والو اللهم امين سكين عندها ورث ديالها وخاص الشرط هو انه تكونوا مجموعين كلكم اونصوم باش عاد نقدر نفتح الوصيه ديالها ونقرا عندها ورث عمرنا توت لينا على الورث الله يرحمها هاد لي بابي هما اللي غادي يجيو عافاك واش بوسيبل تعيط ليا الاخت ديالك شنو نقول لك اختي راه ما كايناش دابا بقاين شي مشاكل انا حتى دابا باقي ما لقيتهاش شي سي بوسيبل ترجعي من ولا ما نعيط عليك فاش نلقاها بيان سور صافي واخا عافاك بلا ما شي يلاه نمشي نتا نقلب عليها داكور سوبر تلقاها ونعيط عليك ميرسي غدارة شغلة بالي وخليتي لمرة كليتي مالي وتبالت نهارة هاني بالي وراكي شو ألو أختي ألقيتي دي العنوان اللي فيه دابا فين أختي فين زنقت عبد الكريم الخطابي رقم الدار 3 صافي اختي صافي اختي شكرا بزاف بارك الله فيك درتي فيا خير كبير الله يحفظك شكرا شكون وراك انا فين ساكنه ماشي مهم شكون وراني فين ساكنه عافاك دويت مع واحد صاحبتك وهي اللي قالت لي فين راك ساكنه شبغيتي عندي اخويا كون كنت انا بنت الحرام دابا ما نخليكش تجي هنا واش بغيت نطلب منك السماح ايوا سمحي لي يا اختي الله يرحم لك الوالدي اختي خليتي فيها شي خاوه عارف راسي غلطت في حقك وظلمتك بزاف ديال بصح بسبب ديك خايتي اللي ما كتسمعش فهمتك تفارقتو عرفتي على الحقيقه اشنو قلت لك اخر مره فاش جريتي عليا قلت لك ملي غتعرف على حقيقتك غادي تجي لعندي وداك الشيء اللي طرا وحياني الله حتى جيتي لعندي صافي يا اختي الله يحفظك اللي غلب يعف نتيا قلبك كبير وبياض عارف غتسامحي صعيب اخويا والله حتى صعيب حيت داك الشيء اللي درتي فيا ما كيتنساش اخوك انا مسامح شوف فيا ولدي مسامح من قلبك يلا نوضي قبل ديك الميمه اللي كانت عندنا الله يرحمها يلا نوضي جميع حوايجك يلا نمشيو للدار يلا يلا كاين حقه واحد الموضوع اخر غادي تلقاه في الدار شي حاجه زوينه ولا شي حاجه خايبه يمكن زوينه حتى انا باقي ما عرفتهاش جمعت وطويت يلا نوضي نوضي جميع حوايجك اخ اصلا فين ساكنه انت هي نوضي انا كنتسناك برا المهم مرتاحه وما كاينش العقرة شد مرتك ويا واش غديري لا حول ولا قوه الا بالله هذه خاصها تمشي للحبس لا باقا صغيره باقا صغيره للحبس انا اللي باقا صغيره اللي عمري ما فكرت ندير شي خبز بحال هكا انا طايش باينه شي وحده صحاباتها جراتها وقالت لها ديري هادشي والله يجعل مغفره الذنوب للوالد الوالده ديالنا وصافي اش غديري هاد الجار دوار فين هاد المحميه اللي قلتي لي انا باقي كنستنى فيها هاي جات وخلاص بنت الحلال بنت الحلال هاد المحامية والله إلا ماشي عامل كنا طايحين وعامل كنزوج خويا لحبيب الخويا سلام الله يعطيكم السلام بونجور خويا جو بونس مدام أيا إكزاكتومون صافا مرحبا بك تخلي ميرسي بوكو تفضلي أيا أخت ديالي جات متشرفين الوغ جو بونس في خبركم بلا مدام لطيفه الله يرحمها عندها ورث ديجا دويت معاك افون
كاين راه كيما قلت لك انا قبيله ما في خبالي والو. دابا حنا ما عارفينش بلي وليده تهورت صراحه ما الوغ ديجا كانت جات عندي البيغو مسكينه الله يرحمها قبل ما توفى وعطاتني لي بابي وسيناتي ليهم على الورد ديالها. ولكن واش تقدر تشرح لنا شنو هو هذا الورد هذا؟ حيت ما عندها لو بروميير شوز عندها لابارتمون وعندها الورد فواحد العروبيه ديال الاراضي اراضي بزاف وعندها محلات تجاريه وهاد الشيء هذا كله كتبته للابنه ديالها اللي هي آية اللي هي انت يا مدام اللي هي انا اكزاكتومون. وعلاش هذا هو الشرط ديالها اللي كان عندها وهذا هو داكشي علاش ما قلتي مسكينه ملي كانت كتموت قالت لي تهلا في اختك تهلا في اختك تهلا في اختك الله يرحمها عارفه بلي هادشي غيوقع. ميرسي بوكو مدام بوسيبل تسيني عليا على هاد لي بابي داكوغ نقدر نقرا بيان سور داكوغ سا مارش فوالا الوغ هادو الوريقات ديالك تخليهم عندك داكوغ اي شغلي ساهله نهارك مبروك اختي شكرا بزاف على الديرونجمون على الوقيت اللي خديت من وقتها انت تسمحي لي راسك الله بالعكس هذا واجب وهذه خدمتي الله يعاونك خدمت ان شاء الله ان شاء الله الله شوفي الوليده الله يرحمها دابا واخا قلتي لها تجري عليا من الدار لا خويا شنو كتقول ما نقدرش نجري عليك انت راه خويا وراه كلشي ديالك تصح غير هو مسكينة شوف الوالدة كانت حاسة بلي راه غير هاد الشيء وياه الله يرحمها عرفتي شنو غندير؟ شنو؟ غادي نمشيو ان شاء الله ندوزو الفاكونس شي بلاصة غاتاخد ان كونجي وغنمشيو ندوزو شي ويكاند ولا شي سيمان سيمان انا وخويا شي بلاصة ونشوفو نيت هاد الشيء علاش نمشيوش العروبية هي الأولى باش نشوفو هادشي اللي قالت لنا المحامية وابقى نمشيو نفوجو حتى انا محتاج هانيت يالله نريح راسي شوف نقول لك واحد الحاجه بعدا بلا ما تقول لي غنجي يلا معايا اختي نخطاب باغي نجيب شي وحده ما بقيتش غنجوج غنجوج انا هاد المره صافي يلا بقى نوريك